السلام عليكم. التغيير في المنطقة العربية كلمة السر التي تتصارع عليها اليوم إرادتان، القوى الثورية التي تحاول منذ 7 سنين إنجاز تغيير جذري، والقوى الدولية التي تضع إطارا عاما لا تسمح بأي انتقال سياسي في المنطقة خارجه. بعيدا عن نظرية المؤامرة، ثمة صراع في المنطقة العربية وعليها في آن واحد، صراع على الجغرافيا السياسية وعلى الهوية الفكرية التي ينبغي أن تكون عليها المنطقة. النخب الوطنية الباحثة عن الانتقال في المنطقة مما تراه تبعية سياسية وحضارية للخارج، في مواجهة مباشرة وحقيقية مع الخارج الذي يتلبس الدول العربية اقتصاديا وعسكريا. لكن إذا ما كان الخارج، وهو هنا الدول الكبرى، يمتلك رؤية استراتيجية يعمل وفقها لحماية مصالحه البعيدة، فماذا عن أصحاب مشروع التغيير من الداخل؟ هل يحمل أبناء المنطقة فهما وإدراكا عميقين لطبيعة التحديات؟ ما مدى امتلاكهم للوسائل الكفيلة بإنجاز التغيير الذاتي؟ وكيف سينتهي صراع الإرادتين في ظل المتغيرات السريعة والكثيرة التي يشهدها العالم؟ أهلا وسهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج حديث العرب التي تأتيكم بعنوان التغيير في المنطقة بين إرادتين. يعني الإلهية في الخلق يبدأ التغيير في المجتمعات دوما من الداخل، غير أن ثمة معوقات قد تعترض سبيل التغيير فتوقفه أو تغير من جوهره واتجاهه. ولقد شهدت المنطقة العربية في عصرها الحديث كثيرا من المحاولات الداخلية للتغيير، بيد أن كل تلك المحاولات اصطدمت بمصالح الدول الغربية ذات النفوذ في المنطقة، فانتهت إلى الفشل أو إلى تفريغها من مضمونها المستهدف. ثورات الربيع العربي كانت إحدى أبرز المحاولات للتغيير من الداخل في صورة انتفاضة شعبية كبرى تطالب بحق الشعوب في الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية، لكنها بدورها اصطدمت بنظام عالمي سعى منذ لحظتها الأولى إلى استثمارها لصالح أهداف الدول الكبرى في الإطاحة بأنظمة حكم استبدادية شاخت على مقاعد السلطة، والإتيان بأنظمة جديدة لا تقل استبدادا عن سابقاتها بل ربما تزيد، لكنها في رأي معارضيها أكثر قبولا بلعب أدوار تخدم الأهداف المباشرة للدول الكبرى. هو إذن صراع بين إرادة داخلية تسعى نحو تغيير يحقق نهضة عربية، وبين إرادة خارجية تسعى لاستبقاء المنطقة سابحة في فلك نفوذها الضامن للتبعية وتدفق النفط نحو الغرب بأقل الأسعار. أما عن ضمان أمن الكيان الصهيوني فحدث ولا حرج، فأنظمة حكم وطنية ناتجة عن ثورات شعبية لا شك ستكون خطرا وجوديا على كيان الاحتلال، وهو أمر لا يسمح به الغرب. وفي المقابل هناك من الباحثين من لا يرى في المعوقات الخارجية للتغيير قدرا حتميا، فتجارب التاريخ تثبت أن شعوبا نجحت في التغلب على النفوذ الأجنبي أو تحييده، غير أن ذلك لا يتأتى إلا بصياغة عهود وطنية عابرة للتوجهات السياسية والأيديولوجية، بل وعابرة كذلك للحدود القطرية، عهود تجمع الفرقاء وترسم الطريق نحو إعلان استقلال عربي حقيقي عن كل نفوذ أجنبي. للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الأستاذ عمر عادل رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، والأستاذ أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية، وعبر الهاتف من لندن الأستاذ محمد المدحجي الباحث في شؤون الشرق الأوسط. أهلا بالجمع الكريم. نبدأ مع الثورة المصرية. أستاذ عمر، باستثناء تونس التي مرت فيها الثورة مباغتة دون ما ضجيج يذكر على غفلة من القوى الدولية إذا صح التعبير، باستثناء تونس، ما زالت ملفات المنطقة العربية الساخنة، اليمن، ليبيا، سوريا إلى آخره، ما زالت عالقة، لم يحسم أي ملف، لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أن كل الملفات ما زالت عالقة، أصل المنطقة العربية تحديدا اتعرضت لحجم ضغط كبير جدا على مدى 100 عام اللي فاتوا. بمعنى إيه؟
انت يعني حتى في التقرير اللي اتقال ان في بعض الـ 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 الدول او القوى تستطيع ان تستعيد ارادتها تاني ضد التدخل الاجنبي. هذا صحيح اذا كانت كل هذه الدوله حكومه وشعبا، كل مفهوم الدوله السلطه والشعب والارض متوحد مع بعضه. لكن مع الاسف في كل المنطقه العربيه تقريبا وقد يكون بدون استثناء يعني حصل انفصال بين الطبقه الحاكمه وبين كل الشعب، واصبحت الطبقه الحاكمه بتنتمي اصلا للغرب وهي اللي بتمتلك كل ادوات القوه، تمتلك الاقتصاد والثروه، تمتلك قوه السلاح، تمتلك قوه الاعلام، عندها كل الادوات. فبالتالي حتى اصبح الشعب اللي هو محتاج يتحرر وعنده اراده للتحرر لا يمتلك الادوات اللازمه لصناعه ذلك. فاعتقد دي الازمه. وبالنسبه لتونس اعتقد تونس يعني لم تظهر لان الثوره المضاده ربما نجحت نجاحا كاملا، يعني اكثر دوله نجح فيها الثوره المضاده هي تونس. حصل انهيار كامل، انبطاح كامل لإرادة الثورة المضادة على عكس الدول التانية. فكرة الصراع بين السلطة الحاكمة وبين الشعب معدلها بيزيد مع زيادة إصرار المجتمع على الاستمرار في الثورة. هتلاقي أعلى نقطة في سوريا وبعديها ليبيا، يعني أعلى صدام لأن في إرادة الرفض عالية جدا عند السوريين، وبعديهم الليبيين ثم اليمن ثم مصر وهكذا، وتونس في آخر القائمة. يبدو أن ده نجاح لكن الحقيقة لا، لأن هو إيه الهدف المركزي من كل القصة اللي حصلت في المنطقة؟ هو تحرير الشعوب العربية من السيطرة الأجنبية ومن سيطرة العملاء اللي بيحكموا البلد بوكالة أجنبية. الكلام ده يعني قد يكون حصل تماما في تونس ولم يحدث في باقي الدول. فبالتالي أنا أعتقد أن هذا هو السبب. لكن القوى الثورية المسيطرة في تونس هي بمحض إرادتها دخلت في عملية حتى تتجنب ما حدث في مصر وسوريا وغيرها. كل ما هتصطدم أصلية في مع نشوء الثورة بتنشأ الثورة المضادة في نفس اللحظة الاثنين. فبالتالي بيحصل الصراع. الصراع ده حتمي. إمتى تحسمه؟ في البدايات. الثورة لازم تحسمه في البداية. إذا يعني خدت وقت وقالت طيب نشوف طريق مش عارف إيه والكلام ده، زي ما حصل في فرنسا. فرنسا إيه اللي حصل في البداية؟ احتفظوا بالنظام الملكي. إيه اللي حصل؟ كان فيه ثورة مضادة قوية، ولولا التدخل العنيف جدا كان الثورة المضادة نجحت. إذا فالثورة المضادة ليها موجة نجاح، وده اللي بيحصل. عشان تقضي على موجة النجاح دي لازم تسحق الثورة المضادة تماما، يعني ده ما حصلش. فبالتالي هنا بقى بيظهر مدى مقاومة الشعب ومقاومة القوى الثورية إلى الثورة المضادة، وبتختلف من دولة لتانية. يمكن أعلى مقاومة في سوريا، علشان كده حتى الآن هي اللي فيها أمل كبير إنها ممكن تحقق نجاح وبطولات كبيرة بتحدث داخل المجتمع السوري. التغيير إرادته موجودة، ولكن أدوات صناعة التغيير للأسف الشعوب لا تمتلكها، لأن من يحكمها ومن يسيطر عليها للأسف أصبحوا تقريبا تابعين تماما للغرب، مفصلين تماما عن شعوبهم. دعني أسمع رأي محمد المدحجي من لندن. أستاذ محمد، يعني المشهد الثوري في المناطق العربية الساخنة فيه تعقيدات كثيرة، هذه التعقيدات مقرونة بالتوازن القوى الداخلية، توازن القوى بين قوى الثورة الداخلية في المنطقة العربية وبين القوى الدولية. بين هذين التوازنين أو توازن القوى بين هاتين الجهتين، أين يكمن مربط الفرس في دوران المنطقة العربية في حلقة مفرغة حتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية تحياتي لك الدكتور العزيز وضيفنا العزيز في الاستوديو، وأيضا سادة المشاهدين الكرام. طبعا الحلقة المفقودة في التغيير أو التوجه نحو الديمقراطية في المنطقة العربية، إن صح التعبير طبعا الديمقراطية، يجب أن نرى أن هناك مشاريع أو خلنا نصفه بنظام دولي يريد فرض سيطرته على هذه المنطقة الحساسة التي تحتوي على ما لا يقل عن 60% من طاقة العالم، وتمر 80% من التجارة العالمية من خلال المضيغات التي تسيطر عليها الدول العربية، كمضيق باب المندب، باب السلام، مضيق جبل الطارق وقناة السويس وغيرها من ممرات مائية استراتيجية في هذه المنطقة. ومن هذا المنظر النظام السلطة والقوى العظمى تتحالف مع دول وتختلف مع دول أخرى في هذه المنطقة، من دولة عظمى إلى دولة عظمى أخرى حسب وجهة نظرها وحسب مصالحها في هذه المنطقة. لهذا السبب نرى أنه دول تدعم ثورة ما في دولة، في على سبيل المثال وليس يعني أريد أحدد، بالمغرب، ونفس هذه الدولة اللي تدعم في المغرب هي تدعم النظام في سلطنة عمان، لأنه مصالحها تقتضي أن تفعل ذلك.
والعكس بالنسبة لقوى عظمى أخرى. إذا أخذنا النموذج السوري مثالا على ما يحصل، نرى أنه روسيا كقوى عظمى ترى مصلحتها في حليفها النظام السوري، وبينما قوى أخرى ترى في النظام السوري يعني جهة للتفاوض. أنا لا أقول أنها لا تريد النظام السوري، ويريدون أن يضغطوا على هذا النظام ليجلسوا معه ويتفاوضوا معه، فلهذا السبب يدعمون جهات في المعارضة وليس كل المعارضة ليستخدموها كورقة ضغط. يعني ما حصل هذا الخضام بشكل عام أفسد أي تغيير إيجابي في المنطقة العربية، خاصة إذا لاحظنا أن النظام الدولي بشكل وآخر يريد الحالة الموجودة السائدة في المنطقة العربية، أقصد منها النظام الرسمي بشكل وآخر، ولا يريد زعزعة الاستقرار أكثر مما شاهدناه خلال الفترات الماضية. بالنسبة للثورات، يعني نحن يجب أن نشير إلى نقطة أنه أي ثورة لا تؤدي إلى إسقاط النظام إلا أن يكون لها دعم خارجي، لأنه النظام الحاكم في كذا بلد هو مدعوم من قبل قوى عظمى أخرى أيضا. فالتعقيد بما يتعلق بالمنطقة العربية يرتبط مباشرة بمصالح القوى العظمى التي تؤثر على هذه المنطقة وأيضا النظام الدولي. على سبيل المثال، هناك معاهدات دولية تنص على عدم تغيير الحدود في العالم، منها سايكس بيكو ومعاهدات أخرى، فهذه المعاهدات ترتبط بمصالح قوى عظمى أيضا وتمنع التغيير في الخارطة، وبعض الثورات نعم تؤدي إلى تغيير في الخارطة ضرورة. يعني هذا ما هذه نشهده على مهمة محمد، يعني العراق أو في ليبيا يعني أو في مناطق أخرى. أشرت إلى نقطة مهمة أن هناك اتفاقات دولية تمنع التغيير. هنا أريد أن أتحول بالسؤال إلى أسامة الملوحي، يعني اتفاقات دولية تمنع التغيير، لكن الحديث الآن في المنطقة العربية على كما لو أن التغيير قدر حتمي لا مفر منه، هل الأمر كذلك أم أن تدافع المصالح قد يؤمن استقرارا ويمنع التغيير على المدى البعيد في المنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اسمح لي أن أؤسس لبضعة أفكار بسرعة. يعني في قضية التغيير كنا منذ عشرات السنين نجد أن هناك كتل سياسية وتيارات فكرية سياسية عربية تسعى إلى التغيير وتطرح أفكار وأيديولوجيات من أجل التغيير، ربما بعضها يساري وبعضها إسلامي وبعضها قومي إلى ما هنالك. اليوم لا نجد مثل هذه النخب التي ذكرتها أنت منذ قليل، لا نجد هذه النخب التي تضع أفكار للتغيير واضحة. هناك نفس إسلامي عام لدى الثورات فطري لكن غير مرتب ولا يطرح بشكل أفكار ممنهجة. يعني أنا لا أريدك أن تقفز على المحاور، هذا سأعطيك المجال للحديث عنه لاحقا. أنا سأصل إلى ما تريد بسرعة. نعم. بسرعة في قضية التغيير، أنا كما فهمت من عنوان الحلقة، الغرب طبعا لا يريد التغيير. سبق أن طرح الغرب ما يسمى بالفوضى الخلاقة، طرح هذا الأمر، ولكن منذ 15 سنة لم نعد نسمع بمثل هذا الطرح. طرحوه بشكل فكري، بمعنى أن يحركوا في الدول التي تحكمها الدكتاتوريات من أجل أن يحصل تغيير، لكننا اليوم لا نرى مثل ذلك. إذن الغرب يعارض ويحارب التغيير في المنطقة، لذلك هو كل الغرب وكل الدول الكبرى حاربت التغيير في كل الدول التي حصل فيها ربيع عربي وثورات ما عدا ليبيا. ليبيا يجب أن نكون واضحين بكل وضوح أنها حصلت على دعم مباشر من أوروبا لخصوصية تخص القذافي وعلاقته بأوروبا. على كل الأحوال، اليوم لدينا في قضية التغيير لدينا مشاكل في الثورات العربية، لا يوجد تنسيق، تجد أن المصري يتحدث بمصرية بحتة في قضية الثورة، لكن حتى التغيير حتمي قادم لا يعني محالة. التغيير ممكن أن يحصل بل حصل. يعني لدينا كيف حصل بمعزل عن إرادة المجتمع الدولي؟ التغيير السياسي مقترن بتغييرات في مجالات أخرى، تغيير اجتماعي وتغيير حتى تربوي، هذا يحتاج منا إلى بعض التفاصيل، ولكن ما حصل هو أمر عنفي عسكري، يجب علينا أن لا نتجاوز هذه النقطة. عندما الثورات، أغلب الثورات تجنبت الصدام العسكري الذي استخدم كوسيلة وحيدة في الثورة المضادة، يعني السحق العسكري كان في مصر، السحق العسكري كان حتى في اليمن، السحق العسكري كان هو الشعار لسحق، حتى الربيع الذي حصل في العراق كان بطريقة من الطرق هو سحق عسكري. لذلك التصدي العسكري
للإرادة لإرادة الحسم العسكري لدى العدو، إذا سمينا العدو في الثورة المضادة، لم يحصل إلا في سوريا بهذه الطريقة التي نراها. وقد يعتقد البعض بأنه في سوريا يعني حصل هناك سحق للثورة بشكل كامل، ويتناسى بأن الثورة حققت انتصارات عدة على بشار الأسد ثم على إيران، ووصل الأمر إلى مواجهة عالمية مع روسيا منذ سنتين ونصف. لذلك الأمور تحتاج إلى ترتيب الثورات، غير يعني لا يوجد تنسيق بين الثورات من أجل التغيير، لا يوجد هيكلية، لا يوجد قيادة واضحة لهذه الثورات، كل الثورات لا يوجد لديها قيادة. لذلك التغيير كما تريد الشعوب ليس مرجحا في الفترة القادمة إلا إذا انتصرت الثورة السورية المباركة، لأنها الوحيدة التي واجهت الخصم في الثورة المضادة بأسلوبه، حاربها عسكريا فاضطرت مجبرة أن تصد وأن تدافع عن نفسها عسكريا، والمعركة ما زالت سجال رغم ما يحصل من حرب كونية، حرب عالمية في سوريا ضد الثورة السورية. المنطقة أصلا هل هي بحاجة أصلا للتغيير أم أنها بحاجة أكثر إلى استقرار للحفاظ على ما تبقى من دول المنطقة أستاذ عمرو؟ لا أعتقد هو التغيير مش بقرار، هو التطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والأخلاقي حتى على مدى 100 سنة اللي فاتت وصلت لحالة من التردي والتشوه في المجتمع، بحيث مستحيل أنه يكمل كده، غير قادر أنه يكمل كده، ولازم عشان يكمل كده يبقى في قوة ضغط عسكرية كبيرة جدا عشان تحميه. يعني في مصر على سبيل المثال، لو القوة العسكرية مش موجودة أو محايدة على الأقل، كان إيه؟ كان حصل تغيير في صالح قوى الثورة. ولو في سوريا لو لم تدخل القوى الخارجية الروسية مثلا كانت انتصرت الثورة السورية. لكن فبالتالي عشان تحافظ على المجتمع بهذا القدر من التشوه بتضغط عليه عسكريا، لأنه خلاص وصل لمرحلة متدنية جدا، 100 سنة من محاولة التغريب، محاولة تشويه الوعي، محاولات قتل الأمة دي خالص. ومع ذلك لما زي ما الدكتور أسامة قال فتحوا مجال الفوضى الخلاقة لتحقيق تغيير يؤدي إلى ما يريدون من إعادة تشكيل المنطقة مرة تانية، فوجئوا لا لسه أن في كتل وقوة موجودة بتقاوم وعندها لسه بتسترجع هويتها بتسترجع أفكارها، فبالتالي رفضوا الكلام ده وقفلوا على الملف خالص بحيث يبقى الموقف كله في هذا الاتجاه. فالتغيير ليس بقرار، تغيير حتمي، ونحن في مسار التغيير نحتاج للوقت، لأن عشان تنشئ فعل ثوري برضو مش بقرار، ده محتاج تكون قيادة ثورية، مجموعة أفكار وأيديولوجي، لأن في ثورة بتنتج من غير أيديولوجية، تنظيمات ثورية مرتبة ومنسقة، ومحتاج جماهير. الأربع عناصر دول هما اللي بينتجوا العمل الثوري، مش كلهم موجودين، الجماهير موجودة، التنظيمات بتتشكل، الأفكار لسه بتتشكل، لكن القيادة هي المهمة. وده اللي أعتقد أن الفترة الجاية محتاجين نركز عليه، إزاي كل ثورة تنطق قيادتها يكون في تنسيق بين القيادات دي، علشان احنا بنهاجم من العالم كله، فبالتالي لازم الدفاع يكون دفاع بشكل جماعي وبشكل في قدر من التوحد. بثانية واحدة بعد إذن الأستاذ جهاد، الفوضى الخلاقة تخلوا عنها، صحيح، واعتمدوا الأنظمة الدكتاتورية التي كانت برعاية موجودة. التغيير هو مربط الفرس، لكن ثمة إرادتان تتصارعان على طبيعة هذا التغيير. ما هي محددات كل إرادة من الإرادتين سواء الداخلية أو الخارجية؟ نناقشه بعد الفاصل، لنا عودة بعد الفاصل. أسعدكم الله، ما زلنا في الحديث عن الصراع على التغيير في المنطقة بين النخب الثورية والقوى الدولية. أذهب إلى لندن. محمد، يعني المنطقة تبدو أمام إرادتين للتغيير، إرادة الداخل وإرادة القوى الدولية الخارج. محددات صراع هاتين الإرادتين، هل نتحدث نحن هنا مثلا عن المصالح الاقتصادية أم نتحدث عن أساس فكري عقدي أو أيديولوجي؟ ما هي هذه المحددات؟ أهم محدد للتغيير هو الاقتصاد. يعني نحن يجب إذا نريد أن نحلل كيف تتحرك الدول كمتغير على أو كفاعل على الساحة، أي ساحة سياسية تتحرك وفق مصالح اقتصادية، وهذه المصالح
إذا لاحظنا الساحة السورية أخذناها أيضا مثالا لما يحصل الآن، الجميع متكالب على سوريا من أجل أن يحصل على وصلة من هذه الكعكة، كعكة الغاز والنفط في منطقة شرق المتوسط، والتي سوريا هي مركز هذه الاحتياطات الغازية والنفطية، فضلا على أنه هناك نعم جزء يتعلق بالفكر والأيديولوجية، هذا بالنسبة ما يتعلق بالشعوب وليس الأنظمة. الأنظمة لا يهمها هذه الاعتبارات بأنه هناك فكر ما نوع أو يدعمون الديمقراطية، هذه كلها شعارات. يعني إذا أخذنا يعني الغرب على سبيل مثلا المثال، يعني مثلا عندما يقول بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني مثلا، عندما يقول في عام 2011 سوف ننشئ صندوق مالي لمواجهة لدعم خصوم الإسلاميين في المنطقة العربية، وعندما يقول مثلا سيرجي لافروف لا نريد حكما سنيا في سوريا، كيف يعني يبدو لك هذان التصريحان؟ هل ثمة يختلط هنا الاقتصادي بالعقدي أو الفكري مثلا؟ هذا يعني أنهم يريدون أن يواجهوا هذا التيار، هم لا يواجهوا من منطلق أيديولوجي بل هم يرون في هذا التيار خطرا على مصالحهم. يعني الموضوع لا يفوق ذلك، بمعنى أنه هناك أيديولوجية وضعت لروسيا أو لإسرائيل العدو الصهيوني أو للولايات المتحدة وتحارب وفق هذه الأيديولوجية، بل ما الأيديولوجية التي تحكم الأنظمة هي أيديولوجية المصالح. يعني اليوم بشار الأسد يلبي المصالح ندعمه، وإذا لم يلبي ندعم بشار أسد آخر. يعني هذا الموضوع هو من يحدد المصالح، لكنه بالنسبة لما يتعلق بالأيديولوجية والفكر والديمقراطية هذه طموح الشعوب. وطبعا نحن يعني انا ارى انه الكثير يتفق مع هذا القول بانه الانظمه الحاكمه، انا لا اقصد فقط العربيه، لا تريد الديمقراطيه، لان الديمقراطيه تحدد الانظمه وتسبب لها مشاكل ويجب ان تعطي تنازلات للشعوب. فمن هذا المنطلق يعني ارى انه الشعارات التي يرددها الغرب فيما يتعلق بالديمقراطيه هي يعني خلينا نقول ديكور يحاول ان يصبغ مشاريعه التي تعتمد على تأمين مصالح وتوفير مصالح هذه الدول، يصبغها بصبغة ديمقراطية ويبيعها على الآخرين باسم الديمقراطية. نعم. وإذا كان الغرب صادقا فيما يدعي يتعلق بالديمقراطية، لماذا يدعم كل هذه الأنظمة الفاشلة في كل العالم وليس فقط منطقتنا؟ يعني نرى أنهم هم الذين حكموا هؤلاء ويدعمون هؤلاء في نفس الوقت. نعم. حسب المصالح أيضا. فالمحددات أنا أرى أنه المحدد الرئيسي في منع التغيير في المنطقة العربية يتعلق بلعبة المعارضة والنظام الذي أصلا يؤطرها وتؤطرها القوى العظمى للأسف الشديد. نعم. وأفسدت أي تغيير في المنطقة العربية من خلال هذه اللعبة الفاسدة. نعم. يعني إذا أسامة تحدث محمد عن أن المحدد بالنسبة للقوى الدولية، محدد التغيير في المنطقة هو اقتصادي، ماذا عن القوى الثورية، أبناء الداخل في سوريا، في اليمن، في ليبيا، في مصر؟ ما هو المنطلق الذي ينطلقون منه في مقاربتهم للتغيير؟ يعني بلا شك هو دافع قيمي، ونحن ذكرنا أن الغرب وحتى الدول الكبرى تخلت عن قيمها، وأنت تذكر وأنا أذكر الجميع يذكر أن الثورات كانت واقعية وخاطبت حتى الغرب، طالبت بحظر جوي، طالبت بتدخل لمن اعتقدوا أنهم يعني يناصرون الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية، ولكنهم خدعوا بنفاق الغرب بشكل عام. لذلك هم بلا شك يريدون المصالح حتى التي تغطي هذا الأمر بقضايا طائفية عقدية فكرية، اللي هي إيران في النهاية تريد الهيمنة، تريد التوسع، تريد السيطرة، التغيير الديمغرافي، في النهاية تريد الاقتصاد، تريد الاستغلال الاقتصادي على المدى البعيد. القيم عند أبناء الثورة في الداخل، ما هو الجانب القيمي الذي تحدثت عنه؟ أنا سأقتبس من منشور نشرته أنت منذ يومين بسرعة، تكلمت أنت عن نظام الأسد أنه كيف غير المنظومة الأخلاقية وأسقط المحرمات الدينية والأخلاقية وفكك مفاصل القوى الفكرية والأخلاقية في المجتمع. انتهيت أنت أنه في وصف الثورة السورية ذكرت السلبيات عن مرارة، وهذا أمر صحيح، ولكن هناك في مجال التغيير السياسي الذي حصل في 7 سنوات أن هناك جيل تربى خارج النظام، تربى في بيئة سياسية متحررة في الغطاء الشرقية، نجد أن هناك شعب سوري جديد، سوريون جدد، تجد أن هؤلاء فعلا لديهم قيم،
تختلف تماما عن باقي الشعب السوري الذي تحت هيمنة النظام. لذلك التغيير حصل في الثورة السورية. هذه نقطة إضافية للمحاور التي يعني أعددتها للحلقة، الذي هو أن هناك تغيير. 7 سنوات تعتبر حقبة بسيطة، ولكن الذي كان عمره 8-9 سنوات الآن اليوم شاب وتربى على قيم الحرية، في معزل تماما عن النظام وبمؤسسات فطرية ربما غير منظمة بشكل جيد، ولكن تابعتها وجدنا أن هناك شعب جديد في الغوطة الشرقية. تجد رسالة في جثة طفلة تقرأ وإذ بها تقول: أحبكم يا أهلي ولكن أحب الله ورسوله أكثر فلا تزعلوا مني. هذا المستوى الذي وصلت إليه شريحة من 400-500 ألف قرب دمشق تختلف تماما. إذن التغيير حصل، التغيير السياسي لسبع سنوات في تحرر من هذا النظام، خلق أشياء جديدة، خلق شعب جديد، هناك حصل التغيير. وهذه قضية يجب أن تدرس وتبرز، بأن التحرر من الدكتاتوريات يؤدي إلى تغيير شامل اجتماعي وفكري وتربوي. وأذكر بوضوح في قضية السنة، يا سيدي لقضي السنة، السنة هم الأمة، السنة هم المسلمون على نهج الله تبارك وتعالى القويم الوسطي. نعم. وبالتالي هم يخشون، لأن السنة لا يدهنون. ما معنى لا يدهنون؟ لا يفرطون، هم ملتزمون بأشياء أمرهم بها رب العزة، فلا يدهنون، يعني ابن الدهن من الزيت، لا يتساهلون في أمور خطيرة في عبوديتهم لغير الله عز وجل، لا يتساهلون. نعم. هم يعبدون الله، أما الباقون فممكن يتساهلون. فلذلك لا يريد لافروف ولا بوتين ولا حتى الإدارة الأمريكية أن يكون للسنة شوكة في المنطقة، وهذا هو الربط، ربط قيمي أخلاقي. إذن ركز أسامة على القضية العامل أو الحامل القيمي الأيديولوجي. نعم. الفكري. السؤال هو الآن عمر، هل تمتلك النخب الثورية في المنطقة العربية، أتحدث عن سوريا، مصر، العراق، ليبيا، اليمن، هذه الدول الساخنة، هل تمتلك رؤية أو فهم حقيقي وعميق لطبيعة التحديات وبالتالي للمتغيرات الاستراتيجية الدولية من حولهم؟ شوف، أنا أعتقد أن على مدى الفترة الطويلة اللي فاتت 40-50 سنة حصل. نعم. تجريف كبير في كل هذه الدول، وأصبحت المعارضة بكل طبقاتها وأشكالها جزء من النظام، سواء بوعي أو بدون وعي. كيف فبالتالي يعني ما بقاش عندها فكرة اللي كان بيقول الدكتور أسامة، فكرة القيم المختلفة، أن يطلع برا قيم النظام. هو بيحاول يعني ينطر قيمه داخل هذا النظام، أطره تأطيره. تأطير بالضبط. فاللي حصل في سوريا، خرج الفكرة دي كانتش موجودة، فبالتالي كل حتى النخب والقيادات كل تقريبا اللي موجودين مش قادرين يحرروا نفسهم لغاية الثورات لغاية 2011 من هذا القيد، حتى بعد كده كمان. إلى أي مدى تمتلك هذه النخب يعني إدراكا بأنها مؤطرة؟ ما هنقول لحضرتك الإدراك ده انضرب جدا بعد فترة الثورات، لأن حجم القتل والسحق والعالم كله كان متحالف ضدك، هو بيطلق مجموعة قيم ما عملهاش، فبالتالي ابتدت في بعض الناس ابتدت تخرج بره التأطير ده، وابتدت تنتج أفكار وقيادات مختلفة، سواء قديمة غيرت توجهها وده طبعا بياخد وقت أطول، أو جداد شباب جديد مختلف. الحقيقة أن الأمم والتغييرات العميقة محتاجة الوقت، لأن تكوين العقل وتكوين الأفكار ده يعني محتاج تراكم، واحنا لسه في بدايات الثورات، واحنا بقالنا فتره كبيره جدا داخل صناديق مغلقه، فاحنا بس خرجنا وشفنا النور، فمحتاجه قليل من الوقت علشان تنتج اولا مجموعه الافكار وتأطير الرؤيه اللي حضرتك بتتكلم عنها في محاولات، لكن لم تكتمل لان حجم التشوه كان كبير جدا. النقطه الثانيه ان لا يوجد من وجهه نظر يعني صراع كبير او دوله كبيره او حضاره كبيره بتنشا من غير ايديولوجي، والصراعات الكبرى بقى دايما خلفها صراع ايديولوجي ومجموعه افكار كليه. والصراع الان طبعا الأسوأ ما يمكن ان يحدث للبشر هو يعني سيطره النموذج المادي على العالم، هيحول البشر لمجموعه من العبيد، وكل البشر في كل العالم. والمشروع المقاوم لهذا يعني بكل امانه هو المشروع الاسلامي، مشروع اهل السنه، مشروع تحرير العالم من عبوديه الناس الى عبوديه الله. فعشان كده هو ده العدو الأكبر للحضارة والنظام الغربي، ويجب صحه تماما. لم على الغرب على مدى تاريخه لم يظهر بهذا القدر من التوحش والتضاد الفكري والأخلاقي زي ما ظهر في الفترة دي، لأن المعركة معركة مصرية بالنسبة له، وهزمته فيها أعتقد أنها ممكن يكون لها يعني تغير شكل العالم كله، فهو بيقاتل وسيقاتل حتى آخر نفس. ودورنا لن يأتي من الحكومات، يأتي من الشعوب، أنها تمتلك القوة، كل أدوات القوة، كل القوى الإعلامية والقانونية والفكرية والشعبية تمام، لكن القوة المسلحة هي الواحد اللي بيجعل كل هذه الأصفار ليهم قيمة.
نعم، جميل هذا التنوع في الرؤى بين ضيوفنا الثلاثة. أذهب إلى محمد، يعني إرادتان تتصارعان على التغيير في المنطقة، ما طبيعة أو حدود هذا التغيير؟ هل هو مثلا تغيير إصلاح ما وصول إلى نظام سياسي معين أم تغيير جذري؟ إذا أخذناه من وجهة نظر الأنظمة، طبعا الأنظمة تقاوم أي تغيير، وفي أفضل حالات مورث الضغط عليها شعبيا او اي من جهه اخرى سيكون على شكل اصلاح او بعض تنازلات جزئيه هنا وهناك، مجلس بلديات ولا ما اعرف، اشتراك بعض الاحزاب في الانتخابات او انشاء مجالس، لانه بعض الدول نحن نعلم انها حتى تفتقر لبرلمانات، انشاء مجالس معينه واعطائها صفه استشاريه او اصلا انشاء برلمان. أما بالنسبة فيما يتعلق بالشعوب، طبعا النضال الشعبي في منطقتنا هو ليس حديث اللحظة، وليد اللحظة، وهذا الخضام والمجهود للوصول إلى الحالة الأفضل فكريا وشعبيا وحتى علميا في مجال العلم الطبيعي أصلا، يعني نرى أن الشعوب تتطلع لهذا التغيير، ولا يمكن لأي قوة أن تمنع هذا التغيير، وإن استطاعت أن تؤخر ذلك لفترة معينة حتى ممكن 50 عاما بمساعدة قوى عظمى أخرى، لكنه التغيير لا محالة له، وهذا التغيير سيظهر في فترات لاحقة إن استطاعوا أن يمرروا الثورة المضادة أو ما نشأ نصف هذه الحالة. في نهاية المطاف التغيير أنا أراه غادم بإرادة الشعوب. إذا لاحظنا النموذج العراقي، يعني هناك الجميع حاول تقسيم العراق وزرع الطائفية في العراق، لكنه الشعب العراقي رفض هذه الطائفية بجميع أشكاله وهزم الجميع في العراق، والآن نرى أنه هناك ثورة جديدة في العراق بشكل آخر بأسلوب آخر بمستويات أخرى بدأت تظهر على السطح، والمحاولات من خلال انتخابات برلمانية ولا معارف تشريعية أيضا ستفشل هذه المحاولات، لأنه هؤلاء أثبتوا فشلهم في العراق أو في أي مكان آخر. أنا لا أريد أن أقارن بين حالة وحالة أخرى، لكنه المحصلة، المهم هو المحصلة، تراكم التجارب، وهذه التجارب تراكم هذه التجارب ستفضي إلى حالة أفضل وإن تأخر الموضوع وإن يعني فاق جيلنا. نعم، يعني أنت ذكرت نقطة بأن ترى التغيير قادم بإرادة الشعوب، لكن ما وسائل النخب الثورية أو القوى الفاعلة داخليا في التغيير؟ هذا ما نبحثه. فاصل أخير ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى من الحلقة. اهلا وسهلا بكم الى الجزء الاخير من حلقه اليوم. اسامه، يعني في الجزء الاول مارست عليك نوعا من الدكتاتوريه في المحور الاول، الان جاء دور الحديث عن الوسائل. يعني لو انتقلنا الى الملف الساخن، الدول الساخنه، سوريا، اليمن، ليبيا، هل تمتلك النخب الثوريه وسائل حقيقيه وفعاله لاداره الصراع وبالتالي انجاز التغيير الذي تطلبه؟ يعني في فقره الوسائل، في الحقيقه هناك وسائل فرضت على القوى الثوريه، القضية العسكرية فرضت عليها، الأمر أصبح عسكري بحت، لذلك ضمن الأمر العسكري والمواجهة العسكرية لابد من صمود عسكري. أنت تعلم أنه في سوريا إذا حصل الحسم العسكري لصالح العدو ماذا سيحصل؟ نحن نرى ذلك واضحا بينا ومصرح به من قبل النظام، سحق كامل، تغيير ديموغرافي، تشييع للمنطقة بشكل أو بآخر، سحق كامل لأهل الشام.
لبيضة الإسلام والمسلمين لأهل السنة. لذلك يا سيدي نحن يجب أن نتكلم عن الوسيلة العسكرية، كيف نصمد أمام إرادة العدو بالحسم العسكري، كيف ننسق، كيف نحشد. ولذلك نحن ننتقل مباشرة في هذا الموضوع إلى دور من استلم المنصات التي تستطيع أن تحشد المشايخ العلماء الذين هم في يعني في صف الثورة. نجدهم أنهم لا يشتغلون، لا يفعلون شيئا. المهم الوسائل أصبحت عسكرية، ولكن يرفض هذه الوسائل قضايا من كل نوع، من الناحية المالية اقتصادية، وقوف أهل السنة مع سوريا لأنها لكن الوحيدة التي تستبر. السوريون أنفسهم والقادة والنخب منقسمون على أنفسهم، يعني كيف تتحدث عن وسائل عسكرية وهم غير موحدين، لا يمتلكون جسما موحدا ورؤية؟ هذا بلا شك ضمن المعضلات العسكرية هو هذا الأمر المضني، فتح الجبهات بشكل منسق وموالاة بعض الأطراف إلى جهات خارجية، يعني جهات عسكرية داخلية ثورية. يجب أن لا ننسى أن التغيير هو باتجاه نيل الحريات وصيانة الحرمات، صون الحرمات ونيل الحريات. هذا يحتاج قوة عسكرية لتحمي الحرية. لا يوجد في أي تجربة عالمية نالت حريتها، نالت ديمقراطيتها، إلا بوجود قوة عسكرية تحمي الديمقراطية، تحمي الحريات وتصون الحرمات. لذلك هذا الأمر الغائب، غائب في مصر، غائب في ربما في الربيع العربي بشكل عام. لا يوجد قوة عسكرية تحمي الحريات أو تصون الحرمات، بل هناك قوة عسكرية ضربت الثورة الثورات. وإذا نحن أمام معضلة أساسية في قضية الوسائل. الثورة المضادة لديها قوة عسكرية لكسر الثورات، والثورات ليس لديها قوة عسكرية من أجل الوصول للحرية وحماية الحرية. الوسائل معضلة كما ذكر أسامة، لكن حقيقة ثمة من يقول بأن الطريقة السياسية التي اتبعها التونسيون الثوريون التونسيون في التعامل مع الواقع من حيث كونه أمرا واقعا هي الطريقة المثلى لإدارة الصراع ولقطع الطريق على التدخلات الخارجية. هل يمكن تعميم التجربة التونسية على المشرق في سوريا؟ خلينا نقول أول، هل التجربة التونسية ناجحة ولا لا؟ عشان تحدد إذا كانت ناجحة ولا لا بتشوف الهدف اللي ساعد ليه الثورة بشكل عام، نجح في عدم الوصول إلى ما وصل إليه في سوريا. أيوة نجح في عدم أنه لم يقتل، لكن لم ينجح في أي شيء مما طرحه في بداية الثورة. الهدف من الثورة هو تحرير الشعب وكسر سيطرة الطبع الحاكم على السلطة وعلى الثورة. هناك ممارسة ديمقراطية الآن في تونس لا يحلم بها السوريون والليبيون. الممارسة الديمقراطية ليست مجرد انتخابات وإجراءات. ما مدى مشاركة الشعب حقيقة في اتخاذ القرار في السلطة؟ هو ده الناتج النهائي. لكن طب ما في مصر كان فيها ديمقراطية قبل 2010 انتخابات والناس بتروح بس ده مش صحيح. ده شكل ديمقراطي وطبق الحقيقة ما عادت لأنه مسيطرة معذرة. فبالتالي لا يمكن أبدا نقول أن صارت التونسية نجحت، فليست نموذجا. الممارسة الديمقراطية في تونس أنتجت تغييرا عميقا في المجتمع وفي السلطة وفي سيادة السلطة. كيف يعني متى؟ من النهضة إلى نداء تونس. ما هو نداء تونس الثورة المضادة، هو أصل بعد أي ثورة في طرفين، الثورة والثورة المضادة. من النهضة أقرب للثورة أم الثورة المضادة؟ نختلف طبعا الآن، لكن في البداية كان أقرب للثورة. أما الحزب الآخر اللي هو نداء تونس هو حزب ممثل كامل وواضح للثورة المضادة. إذن فنهاية الفعل التونسي هو وصول الثورة المضادة، والثورة المضادة أي نظام حكم استبدادي حسب درجة الضغط عليه بينشئ مساحة وهامش من الحرية. سأبقى معك عمر، لكن هذا كلام ما تتفضل به يؤكد ما ذهب إليه كثير من الكتاب أو بعض الكتاب العرب من أن التغيير من الداخل غير ممكن بسبب العقم الفكري والفساد البنيوي. التغيير من الداخل ممكن، لكن الأدوات تختلف. أدوات العمل السياسي، أدوات العمل السياسي داخل منظومة الدولة اللي موجودة، أصل الدولة دي أشبه بدولة احتلال، وكل المؤسسات بتعمل لصالح الخارج. يعني في تدفق للثروة وتدفق حتى لكل حاجة في الخارج، والشعب ده مش مهم، مش موجود يعني. فده الإطار العام. فالعمل بأدوات هذه الدولة لتحقيق تغيير مستحيل. ممكن يسيبك يعني تتحرك في مساحات لا تؤثر ولا تمتلك مفاصل السلطة، مش مهم تتحرك فيه، لكن علشان تغير من داخل هذا النظام هيسحقك تماما. فالتغيير من خارج هذه المؤسسات، ولا بد من اعتبار هذه المؤسسات هي مؤسسات معادية للشعب، وهي أثبتت كده. يعني إحنا لا نتجنى عليها. لكن عمر، يعني القيادات الثورية في عدد من الدول العربية لم تفلح في إنتاج تظهير قيادات قادرة على إدارة الصراع. هذه القيادات ستنشأ من الشعب. القيادات الموجودة هي قادات رموز ممتاز تتكلم، نعم، تشرح أفكارها، ولكن القيادة التي ستنتج الثورة وستنتج التغيير تنتج من أسفل.
الشعب يتحرك ويبتدي ينشئ تنظيماته الثورية، هذه التنظيمات هي اللي تنشئ القيادة اللي تحرر الثورة، وإحنا نبقى معاهم وراهم ونتكلم. لكن لا يعني كل من في الخارج الآن أعتقد غير مؤهل للكلام ده، يعني مش هيظهر خميني لأن مش هينفع في طبيعة الظروف دي وطبيعة الضغوط على المجتمع العربي يحدث ذلك. لكن اللي ممكن يحدث وأقرب للحدوث هو ظهور قيادة من الداخل من الشارع زي اللي بيحصل في سوريا، ربما لا نسمع عنهم لكن في قيادات فعلا ابتدى يبقى ليها تواجد وفي في 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 الشارع السوري. هذا ان شاء الله سيحدث في مصر وده الطريق الوحيد. اما انتظار النخب التي لا زالت داخل الصندوق انها تحاول تنشئ تغيير من داخل صندوق النظام، الحقيقه ده اعتقد يعني اشبه بالنموذج التونسي، لان اعتقد ان هو اكثر نموذج فشل للثورات في المنطقه العربيه حتى الان. نعم محمد، يعني مصالح الدول الكبرى في المنطقة العربية واضحة التعارض، متعارضة بشكل لا يمكن إخفائه، ومع ذلك أصحاب المشروع التغيير من الداخل في المنطقة العربية لم يفيدوا حتى الآن من هذه التناقضات في المصالح بين القوى الكبرى. لماذا أخفق العرب الثوريون في الإفادة من هذه التناقضات في المصالح؟ الإشكالية هي في أداء يعني هذه القوى الثورية بالنسبة فيما يتعلق بالدبلوماسية ويعني اللعب السياسي، لأنه هؤلاء ثوار ويتبنون قيم معينة وقيم ثورية، والأنظمة أصلا النظام هو ضد الثورة حتى لغويا ضد الثورة. فالتعامل مع القوى العظمى التي تتحرك وفق مصالح وفق أخذ عطاء معين بعيد عن شيء اسمه ثورة، لأن الثورة تؤدي إلى عدم استقرار، وعدم الاستقرار يفسد المصالح، أقصد جني المصالح أو جني الثمار الاقتصادية والتجارية. فمن هذا المنطلق، وأيضا نقطة أخرى أنا أشرت لها أعيدها، وهي أنه القوى العظمى تعتمد لعبة المعارضة والنظام، بمعنى أنه تستخدم المعارضة للضغط على النظام لانتزاع امتيازات معينة من النظام، نظام معين، وبعدها تترك المعارضة كقربان لمائدة تم التوافق عليها. هذا ما شاهدناه في عديد من الدول، لأن لا أتحدث عن فقط منطقتنا، حتى في أمريكا اللاتينية في فترة من الفترات السبعينات والثمانينات القرن الماضي أيضا حصل ذلك في دول دائرة هناك. الغرب دعم ثوار نيكاراغوا، وبعدما اتفق مع السلطة أعطاه يعني أعطى المعلومات عن الثوار هناك للنظام الذي اتفق معه كقربان. يعني الإشكالية هي أصلاً ذاتية جوهرية. أنا لا أرى أنه يمكن حل هذه الإشكالية ولو أن تم التعاطي مع قوة معينة، وفي نهاية المطاف القوة ستصافح وستؤيد الجانب الأقوى. هذا ما شاهدناه والتجربة أثبتت ذلك أصلاً. نعم، يعني بدقيقة من فضلك محمد، يعني سؤال أخير لكل ضيف، إلى أين سينتهي هذا صراع الإرادات أو إرادتين بين الداخل والخارج؟ إلى أين سيأخذ قطار التغيير الجاري الآن في المنطقة؟ يعني نحن أمام عملية طويلة الأمد، يعني أنا حتى أتحدث عن جيل أو جيلين وليس عن سنوات، بضعة عشرة سنوات. فهذه الخضام وهذه العملية لن تتم خلال يعني من خلال حالة ثورية سريعة. الغرب لا يسمح لذلك بالحرف الواحد، لأنه لديه مصالح ومطامع في هذه المنطقة. فالعملية تبقى رهينة تغيير من الداخل، تغيير جذري تدريجي بنيوي. نعم معك أسامة، عملية التغيير زمانيا وكيفيا بدقيقة كيف تتجه الأمور يعني مرشحة في ظل التغييرات الكثيرة دوليا؟ يعني أنا ذكرت أنه في الثورة السورية إذا تمعن المراقب والدارس سيجد أن هناك تغييرات حصلت في سوريا بعيدا عن كل مظاهر الضعف التي نراها. الصمود العسكري ضرورة من أجل حصول زوال للنظام في سوريا، وهو سيكون إيذانا بإنعاش الربيع العربي في كل مكان، يعني إعادة إحياء الربيع العربي من خلال المعركة أنا أقول الوحيدة المستمرة التي هي في سوريا التي تمثل كل الربيع العربي، أن يكون هناك صمود والانتصار بزوال بشار الأسد فقط كفرد يكفي ليكون هناك إعادة إحياء للربيع العربي، وسيكون هناك تغيير يحتاج وقت، ولكننا الآن
فعلا نجري التغيير على الأرض السورية من النواحي الاجتماعية والفكرية والتربوية. يعني عمر، ألا تظن أن ما قاله أسامة يعني شيء أقرب إلى الشاعرية السياسية منه إلى الواقع في ظل افتقاد تفكك المعارضات في دول الثورة العربية؟ لا أعتقد أصلا المشكلة مش في القيادات ولا الكيانات المعارضة، المشكلة في الشعوب، والشعوب في الفترة اللي فاتت قدرت تغير كتير من معتقداتها وأفكارها، واتعملت أنوية خارج سيطرة الدولة، حتى في الدول التي لم يفقد فيها السيطرة تماما زي سوريا. في مصر حصل الكلام ده. نعم. ده هو الجيل المؤهل والبداية المؤهلة للانتصار. امتى مش مهم، لكن اعتقد ان كل المنطقة عدت النقطة الحرجة اللي ممكن تنهار بعدها تاني محاولة التغيير، نتيجة لظروف كتيرة جدا وضغوط كتيرة جدا وحجم يعني ضربات عنيفة خدناها فوقنا، وعرفنا ان احنا على طريق لا يمكن التراجع عنه، وان التراجع عنه معناه السحق الكامل والنهاية والخروج من التاريخ. أشكرك شكرا جزيلا وجميع شكراً. الضيوف في ختام هذه الحلقة لا يسعني أن أشكر ضيوفي عمر خالد الكاتب الصحفي وعمر عادل والكاتب الصحفي ورئيس المكتب الثوري للمكتب السياسي المجلس الثوري المصري، والأستاذ أسامة الملوحي رئيس هيئة النقاد السورية، ومن لندن كان معنا عبر الهاتف محمد المدحجي الباحث في شؤون الشرق الأوسط. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.